invochiamo il tuo perdono e supplichiamo la grazia. تكرر ما سمعه يونان النبي عن نينوى قد صعد Preghiamo insieme per tutte le vittime della guerra per il Dio onnipotente la nostra commissione che la fraternità è più forte del رويت لنا عن التهجير القسري للعديد من العائلات المسيحيه Grazie tante padre Rai ودين وحب كبير كتلك التي نستقبل شكرا لقداسة باب الفاتيكان على هذه الزيارة التاريخية كل رسائل توجه هي رسائل محبة وسلام من أجل أن يكون البشر ككل متعايشين في محبة وسلام وألفة وعلاقات جميلة الأخوة الإنسانية هي هذه الفكرة الوحيدة التي تشغل فكر البابا دائما وهذا كان أحلى يوم اليوم زيارة البابا علينا ونتمنى نرجع للموصل ويعني نكون بصحة وعافية أهم شيء الأمان نريد والاستقرار هذه الزيارة طالبنا فيها قداسة البابا بعودة أهلنا المسيحيين إلى مدينة الموصل يعودوا إلى كنائسهم ويعودوا إلى محلهم ويعودوا إلى شركائهم وجيرانهم أيضا نأمل من قداسة البابا الضغط على المجتمع الدولي بإعادة الإعمار ودعم هذه المدينة التي عانت من ظلم